الله التعامل الحقيقة الله الذي نحن نفتخر به من سعادة الدكتور سعيد المهندس اللبق الرائع المميز وأخونا وفريقه أبو وسام يجعل الواحد صراحة يشمخ دائما بحياته. أنا أخوكم الدكتور سعيد بن عبد الله القرشي، أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود في المناهج وطرق التدريس كلية التربية، تقاعدت بعد مرور سنين عديدة من التدريب والتعليم، والحمد لله افتخر بمنجزات رائعة ومميزة في حياتي بشكل كامل. وآخر الإنجازات قبل أن أترك الجامعة، كنت مدير للبرامج التعليمية في السنة الأولى المشتركة التحضيرية، ومن ضمن سبحان الله حسن الطالع أحد البرامج اللي كنت أديرها التفكير ومهارات التفكير. مهارات التفكير للأسف لو كنت أعلم أن هذه المهارات ستقدم كما يقدمها سعادة الدكتور سعيد لا ألغيت المادة تماما وأعدنا صياغتها من جديد ووضعناها بطريقة احترافية ومثالية كما هي الآن موجودة ومتناثرة بطريقة جميلة رائعة تحتاج إلى لملمة حتى تقرأ في كتاب إبداعي كما ذكر الدكتور بالأمس. في الماضي ولله الحمد عملت في الجامعة مع أبنائي وطلابي، ومسكت كذلك في السنة الأولى المشتركة الأنشطة الطلابية، وكما ذكر أخونا عبد الرحمن وأبو وسام البديع في المسرح، فأنا أفتخر بعملي في المسرح وكتابة السيناريو، وكنت ممثلا في الطائف الجامعة ما شاء الله. ومسكت السعيد بن أحمد عسيري مدربنا القدير، نقول له: كيف للحروف أن تنصف لك قدرا، بل كيف للكلمات أن تفي لك وصفا، بل كيف للمعاني أن تسمو بك ذكرا، فكلها عجزت في أن تكون لك في المقام قولا. مهما سطرت أنامل يدي من كلمات الشكر والثناء والتقدير والامتنان، سوف أقف عاجزا عن الوفاء بحقك، ولساني يعجز عن كلمات الشكر تفي بامتناني لك، فأنت سموت قولا وفعلا وعلوت كرما وفضلا وللأخلاق الفاضلة طيبا وغيثا، فما تعلمناه من سعادتكم كلها لنا فخرا وعزا. الباقة الثالثة نقدمها إلى رائد القيادة سعادة المستشار ماجد الزبيدي وفريق العمل المصاحب له والدعم المساند لهم، ونقول لهم: كنتم لنا كالقلب النابض لنا حبا في العلم والتعلم والخلق الكريم، واكتسبنا من تعاملكم الفكر المنير والرأي السديد، وزرعتم في أنفسنا حب العمل والتعلم، وبنيتم في قلوبنا لأنفسكم مكانا، إن جف حبري عن التعبير لكم فسيظل قلبي بالحب والوجدان يذكركم. الباقة الرابعة تزيد. لا أخفيكم أن جميع وردات الفريق البنفسج خضن التجربة هذه لأول مرة، فكم سمعنا بهذه الدورات ولكن انشغل الحال وطال المقال. عندما رأينا إعلان دورة مهارات المدرب المعتمد في التفكير الماهر، توقعنا منذ اليوم الأول بأن تكون دورة تدريبية كمثيلاتها التي مرت علينا، ولكن وجدنا قامات النجاح والتميز والإبداع تلوح في أفق سماء بيت الخبرة. مدربنا وقائدنا الأجل سعادة المهندس الدكتور سعيد عسيري جمعت المجد بأطرافه، قائد مبدع ومتألق، جاد ومرح، حازم ومرن، شرحت فأبدعت وأوجزت فبرعت. نرفع لك عبارات الشكر تترى ونسقيها لطفا وودا ونسوغها عرفانا وفخرا. والشكر أجزله وأعطره للكوادر المتألقة في بيت الخبرة، ممن ذللوا لنا الصعاب فبلغنا المراد. كل الشكر والتقدير للأستاذ ماجد الزبيدي والأستاذ حسين القرني والأستاذ محمد الحارثي. وكلمة الختام ومسك التمام: شكرا لوردات البنفسج المتألقات، فخورة بأن أكون جزءا من منظومة البنفسج المبدعة. تعلمت منكم ومعكم الكثير، فلكم حبي وتقديري.
والشكر لجميع الفرق المشاركة. كل فريق منكم ترك فينا بصمة أضافت لنا الكثير وجمع لنا مع الفائدة المتعة، فشكرا لكم. وفي الختام، تلف في سمائنا دوما نجوم براقة لا يخفت برقها عنا لحظة واحدة، ففي كل يوم من أيام الدورة نترقب إضاءاتها بقلوب ولهانة للمعرفة ولحصاد المهارة في التفكير، فنسعد بلمعانها في سمائنا على مدار 5 أيام. ممتنين للدكتور المهندس سعيد عسيري والأستاذ ماجد الزبيدي والأستاذ محمد الحارثي، ولا ننسى كل من الأستاذة شذا وقائد الفريق التقني الأستاذ حسين القرني وجميع الجنود المجهولة لإنجاح هذا العمل الجبار. بكل فخر نبارك إنجازكم ونشكر سعيكم وجهودكم وتفانيكم، وجزاكم الله عنا كل الخير والثواب. أنا لحقت البرنامج من تغريدة للأستاذ عبد الرحمن الفقير مدرب معانا، شفت عمل رتويت للبرنامج ولحقت البرنامج في اليوم الثالث، فاتني اليوم الأول والثاني ما شاء الله، فكنت أتمنى أني يعني أعرف من بدري عن البرنامج، بس الحمد لله لحقنا. أدركت الفيديو وشفت الفيديو صح؟ أي أدركت شفت المقاطع الحمد لله. طيب اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله، الشكر لله المنعم المتفضل، ثم الشكر لكم دكتور سعيد، فأنت ألهمتنا الكثير وعلمتنا الأكثر، والشكر يمتد والتقدير لفريقكم المتألق المتميز، هم بحق كواكب. ثم بعد الله سبحانه وتعالى للقائد المتأنق المحنك الدكتور سعيد قائد الفريق الأزرق، بحق هو إضافة لينا ولزملائي بالتأكيد وللدورة ككل، تعلمنا وحفزنا وألهمنا الدكتور سعيد، فله الشكر الجزيل كثيرا كثيرا. والشكر أيضا لنجوم وكواكب الفريق الأزرق اللامعة، شكرا للزملاء الكرام من سبقوني في التحدث في جميع لجميع الفرق الأزرق، وكما تحب دكتور سعيد البنك الوردي والأخضر والأصفر، أخوكم عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله الفقير، المدينة الحالمة مدينة التمور والعطاء، مدينة بريدة القصيم، سلة غذاء العربية السعودية، ما أجملها من مدينة، بارك الله. أنت الأجمل الدكتور. الحمد لله القائل علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من ذكر عنده رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض والحوت في بطن البحار والنمل في الجحور لا تدعو ولا تصلي على معلم الناس الخير، فأسأل الله عز وجل أن يرضى عنك وأن يرضى عليك أيها الكريم أن يقر عينك بما يسرك. قال الفضيل بن عياض يقول عالم معلم يدعى كبير في السماوات والأرض، فأنت كبير عندنا ونحن نفتخر بك ونفتخر بعلمك، وأسأل الله عز وجل أن تكون كبيرا في السماء. أيها الكريم، لا أريد أن أثقلكم بإعجابي بعملك، ولكن حضرت الكثير من الدورات مع كثيرين أو مع العديد من المدربين، ولكن يشهد الله سبحانه وتعالى أن الدورة معك لها طعم مختلف، متعة في الحديث، جمال في الطرح، لباقة في الأسلوب، تحفيز مستمر، تلتزمون بالجيمات الثلاث جديد جيد جدوى، ونحن نتعلم منكم دائما الإبداع الماهر أيها الكريم أيها المبدع أيها الخلوق سعادة الأستاذ الدكتور المهندس سعيد عسيري مدرب الحرمين. أخي الكريم، هذه الدورة والله إنها فتحت كثير من المعارف ومن المعالم، رغم أني أعرف الكثير منها ودرست الكثير منها، ولكن طريقتك وأسلوبك وجميل حديثك وجمعك لمعلوماتها وما شرد منها كان له أثر بديع رائع مميز، أفتخر به أن يكون هذا العمل من تحت يديك وأستخدمه واستثمره في حياتي اليومية. أخي الكريم،
أنا أشكر أولا فريق بعد شكر الله سبحانه وتعالى ثم شكرك الكريم، أشكر فريق العمل الذي قام معك ببديع وجميل عمل وإمتاع بقيادة المايسترو أبو وسام، فهو حقيقة ما دعوناه في وقت ولا في حين إلا لبانا وأعطانا أكثر مما نتمنى. أيها الكريم، أشكر أخوتي وأخواتي المشاركين في الفرق الأخرى حيث كانوا منافستهم جميلة وأدائهم بديع ورائع وتعلمنا منهم الكثير، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعل الصلاح والخير والفوز والنجاح حليفهم يا رب العالمين. أما آخراً أيها الكريم، فإنني أفتخر وأتشرف بفريقي الأزرق، فريق الزعامة الذين شرفوني بالعمل معهم هذه الفترة في فترة الدورة، وأعلم مدى مشاغلهم وأعلم مدى أعمالهم، ولكنهم كانوا والله خير معين وكانوا فعلاً رجالاً في المواقف، وقد أثلجوا صدورنا في المشاركات السابقة وفي الحديث الماتع الذي تحدثوا به طيلة فترة الدورة الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعل الخير دائما في دروبكم وأن يجمعنا دائما على الخير والمحبة والعلم والنماء مع الجيمات الثلاث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.